صباح النور. شيف جوستاف شو عم تسوي؟ بديت لريزولوشن جديدة للسنة الجديدة. ضروري هالسنة أجلوها بعد سنتين. معي كتير أشياء حلوة لـ 2017، بلشت بالبرنامج، خطبت. سنة 2017 بالنسبة لي أنا كانت من أحلى السنوات، السنة اللي بديت فيها مع برنامج صباح النور. 2017 كنت بتعقد، كانت كتير منيحة الحمد لله، يعني كان في أمور حلوة ومرة، بس الأحلى كان صباح النور. كبرت البزنس تبعي، قدرت وفق بين الأمومة والشغل. اكتسبت عائلة جديدة بالتلفزيون العربي. أكيد كتبت كتابي وانضميت لفريق صباح النور. أكثر موقف محرج. أكثر موقف محرج في كتير مواقف أكيد محرج نتعرض لإلها. كنت أنا عم بعطي صف لتلاميذي وقعت. كان في كتير بضحك. في قرارات أكيد أخذتها بحياتي الشخصية بندم عليها، وفي كتير قرارات بندم إني ما أخذتها بوقت معين، بس ما في قدرت عني شخصية. لأ الأيام شو مخبيت له الواحد بيكون مخبيت له، بس أنا بتمنى دايما بتفائل بالخير. ما بندم على شيء، ما في شيء عملته ندمت عليه. تمنياتي كتير كتير إلى 2018، وعندي 2018 تمني. ديما أمنيتنا أنه نتمنىهم الخير والسلام يعم في العالم الكل، وهذيك أول أمنية نحب عليها. تمنياتي لـ 2018 ما نشوف بقى ولا ولد عم بيعاني من مجاعة. بتمنى يكون في سلام، والأطفال أهم شيء ما يضلوا ضحايا كل الحروب اللي عم بنشوفها. وتكون سنة خير أكيد. عبر لهم، كتير صعب يعبر لهم، بس حعبر لهم بهذا الشيء. أكيد بورجيهم أنه أنا عن جد كتير بحبهم. كتير بحب صباح النور وكل عائلة صباح النور. بحب صباح النور، بحب التنوع اللي فيه، وخلينا مكفين بنفس النمط الحلو بنفس الحياة.